وماذا تقول؟ لما صوت الله وصل لأخاب الملك على فم إيليا النبي، أخاب قال لإيليا، قال له هل وجدتني يا عدوي؟ ده النبي جاي لك. أي إنسان يشعر إن نبي الله جاي إليه يبقى فرحان، لكن ده أول ما شاف النبي قال له هل وجدتني يا عدوي؟ لم يفرح بصوته. صوت ربنا راح لأخاب، قال له في المكان الذي لحست فيه الكلاب دم نابوت اليزرعيلي تلحس دمك، حاجة تخوف. هيقول صوت حبيبي، حبيبي منين؟ ده صوت الأدب والحكم والنقمة والدينونة. يبقى مش في كل مرة نقول صوت الله، إنما لازم ندقق على كلمة صوت حبيبي. صوت حبيبي هو ذا آت طافرا على الجبال وقافزا على التلال، نفس فرحان بيه. يقول له فرحت بكلامك كمن وجد غنائم كثيرة. كلمة ربنا حلوة في أذن الإنسان اللي بيحب ربنا، اللي بيحب ربنا. فكون علاقة مع الله وكون حب عشان تستطيع انك تقول صوت حبيبي. صوت الله في حب سعى وراء البعض. في مرة من المرات موسى النبي هو ماشي وهو لا يتوقع أبدا، بيرعى الغنم ولا يتوقع شيئا، سمع صوت الله بيكلمه من وسط العليقة، من وسط النار، فخلع حذاءه من رجليه لأن المكان مقدس. أنت لا تعرف متى يكلمك الله ولا تعرف كيف يكلمك، لأن ملكوت الله لا يأتي بمراقبة، يعني ما بتقدرش تراقب. في وقت من الأوقات تلاقي صوت ربنا جالك، ما تقعدش تحسب كتير ولا ترتب لنفسك، هو صوت ربنا هيجي لك في يوم من الأيام. كل ما أرجوه منك إن أذنيك تكون مفتوحتين للرب، أذنان مفتوحتان للرب، تقول صوت حبيبي. وانت ماسك الكتاب المقدس قاعد تقرا فيه، كل كلمه تقراها بتلتهمها التهاما وتقول صوت حبيبي. هو لازم صوت مادي للودان، ده صوت ربنا جاي لك. وجدت كلامك كالشهد فاكلته، صوت حبيبي. سفر النشيد فيه كلام جميل من صوت الله المملوء بالحب والعاطفة والمديح.
شهادة من الله نحو الإنسان. يقول أنت جميلة يا حبيبتي، عيناك حمامتان. ده صحيح صوت حبيبي. هل الله هيشهد ليك هذه الشهادة في اليوم الأخير؟ إني أسأل. ياما في ناس خدوا شهادات من العالم، العالم شهد ليهم، شهد ليهم إنهم ينفعوا في الطب، في الهندسة، في المحاسبة، في أي حاجة. لكن هل سمعت صوت حبيبك يشهد لك في اليوم الأخير؟ يقول ده واحد من المفديين بدمي. يقول حدث خلاص لأهل هذا البيت. هل سمعت شهادة من هذا النوع؟ يقول لك نعم أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل أقيمك على الكثير. إيه الشهادة اللي أنت هتسمعها؟ ما صوت الله إليك؟ جاي الصوت الله إليك في هذه الليلة يقول لك توب وغير حياتك وابتدي من جديد. جاي الصوت الله إليك يقول لك في خطية رابضة وإليك اشتياقها وأنت تسود عليها، خلي بالك. جاي الصوت الله إليك يقول لك عايزك تقضي الليلة دي معايا. في الليالي ارفعوا أيديكم أيها القديسون وباركوا الرب. ميز صوت الله إليك ونفذ صوت الله إليك وباستمرار قل له يا رب عرفني طرقك، فهمني سبلك، أنا عايز أسمع صوتك، أنا عايز أسمع صوتك. صوتك في أذني كالعسل والشهد في فمي.